السلام عليكم يا شمسين. هو في حاجة النهاردة ولا بس هو النهاردة في حاجة ولا حاجة؟ إيه؟ طيب استنى شوية ولا نبتدي؟ طيب في أي سؤال في اللي إحنا أخدناه؟ مفيش أي سؤال؟ أسأل أنا طيب؟ اوكي طيب عامة احنا المفروض ان خلصنا المرة اللي فاتت الريسيفر اركتشرز وقلنا بسرعة ترانسميترز ما فيهاش حاجة، يعني هي نفس الايه الريسيفر اركتشر. لو انت حابب بس تقرا في شابتر 5 في رزفي اللي هو الكتاب في الاخر اللي احنا بنشتغل منه الكورس رزفي ار اف، شابتر 5 ده بتاع الترانسميترز برضو، فممكن تبص عليه كده هتحس ان الكلام كله هو الكلام اللي احنا ايه شبهه بالظبط. كان في ريسيفر هي الحته الوحيده اللي كانت مختلفه شويه، فكره ان انت عندك باور امبليفايرز فبيحصل بولينج والكلام ده، يعني احنا قلنا المره فاتت. اوكي طيب احنا المفروض النهارده هندخل في موضوع مختلف شويه، هي الباسيفز اللي احنا بنمبلمنتها في الار اف عامه. حلو والماتشنج نتورك، بس ما اعرفش يعني ممكن النهارده على حسب الوقت ممكن نبتدي في الماتشنج او لا. يعني المفروض انتوا عشان متخيلين ايه اللي ناقص لنا في الكورس، يعني عامه احنا المفروض درسنا ايه الحاجات البيزكس اللي هي نويز واللينياريتي ازاي بنتعامل معاها في الار اف، بصينا على كريتشرز بتاعت الايه ريسيفرز والترانسميترز، هنبص على الماتشنج والباسيفز ازاي بتمبلمنتها، بعد كده المفروض ندخل على البيلدينج بلوكس. اوكي يعني ندرس ال ان ايه ميكسر في سي او، ما اعتقدش ان في وقت البي اي ما هنشوف يعني وقتها. فهل حد كان متخيل ان ممكن ندرس حاجه زي مثلا باندوس اكستنشن تكنيكس؟ دي هي ار اف تكنيك بس هي مش ار اف او بتستخدم في كل حاجه، يعني اي حاجه عايز منها باندوس كبيره بتستخدم اي تكنيك من دول. يعني هل حد كان متخيل ان في حاجه مختلفه ممكن ندرسها في الكورس ده برضو؟ دول مفيش حاجه. طيب هو زي ما قلت لكم المره اللي فاتت احنا المفروض نعمل اساينمنت كبير شويه او كذا اساينمنت، بس هو لسه باشمهندس ما نزلش الفيرست اساينمنت، فيعني ان شاء الله ينزل الاسبوع ده يعني. اوكي طيب المحاضره النهارده زي ما قلت لكم هي خفيفه شويه، هي نتكلم فيها على الباسيفز. فانا كنت خدت كده سلايدز من دكتور نزهي، حاسس ان هي تبقى لذيذه ان انا اشرح لكم على الايه على السلايدز دي. اوكي يعني نص المحاضره نكمل عادي على البورد يعني. اوكي طيب الاول ايه هي الباسيفز اللي احنا بنستعملها في ال اي ار اف سيستم؟ ار ال سي بس ترانسميشن لاين، ايه تاني ممكن نستعمله؟ بالون صح. في حاجه تانية؟ لا صح، اي حاجه تانية هي في الاخر هتبقى حاجه من دول ار او ال او سي او ايه او بالون، هم دول الحاجات اللي ليهم فانكشنز مختلفه عن بعضها. يعني البالون انا ممكن اجي بتعامل معاه معامله مختلفه عشان فيه ماجنتيك كابلنج وكده، ففي الموضوع مختلف شويه. وطبعا ال والسي مختلفين عن بعض والار صح. في اي بس في كومبوننت تاني احنا ممكن حد في دماغه مثلا عنه؟ ما فيش صح. طيب بالنسبه للريزيستور في اي حد عنده سؤال فيها؟ طيب ايه نوع، بس عشان اسالكم بس ايه نوع الريزستور دايما اللي بنستخدمها في اي تكنولوجي؟ بولي. او في ايه تاني غير بولي ريزستورز كريزستورز تعرفوا عنها؟ ايه غير بولي؟ ممكن في ثلاث انواع ريزستورز عشان تبقوا عارفين في اي تكنولوجي. ايه هما؟ بولي ديفيوجن وحاجة منطقية جدا ميتال ريزيستنس. الميتال ريزيستنس اوكي. طيب البولي في الاخر في منها انواع،
في حاجه اسمها بي بولي، يعني بتعمل من البي دوبنج تحت يكون بي، وفي ان بولي حلو، وفي منها حاجه اساسيه. سيبك من البي والان دي، في حاجه اساسيه، في حاجه اسمها سيلسايدد بولي وفي انسيلسايدد بولي. يعني ايه سيلسايدد بولي؟ يعلي الكوندكتيفيتي بالظبط، بيحطوا سيلسايد بيجوا يعملوا دوبنج عليها عالي كده من فوق، او بيخلوا حاجه شبه الانترفيس بتاعها شبه الميتال من فوق، بحيث ان يعلي الدوبنج، بيقلل الريزستيفيتي بتاعتها جدا. حلو، فبتلاقي من البولي نفسها ليها كذا فليفر، تلاقي من البولي ليها كذا فليفر. طيب احنا كار اف، احنا كار اف الديفيوجن الاول، الديفيوجن فيها ميزه وفيها عيب، فيها ميزه وفيها عيب. الديفيوجن الاول احنا كار اف، قبل ما ندخل في الميزه والعيب، ايه اكتر حاجه بنهتم فيها كريزيستنس غير الفاليو بتاعتها، غير الار شيت؟ ايه الفاريشن؟ بس الفاريشن ده كل انالوج هيهتم بيها. ايه اللينيارتي بتاعتها مهمه جدا، ماشي صح. وحاجه ثانيه ايه الايه؟ ما هو الاريا هتيجي من الار شيت، يعني ان انت في الاخر كل ما انا عايز احسب قيمه الريزستنس، انا عايز ابقى عايز ار شيت كبيره ولا صغيره. مهم قوي ايه؟ ان هي البارازيتكس بتاعتها عامله ازاي. احنا كار اف احنا مهتمين، احنا لو عايزين نحط ريزستور في الدايره بتاعتنا مش عايزين يكون معاها كاباسيتنس كتيره، هتبقى على الفاضي صح ولا ايه؟ هتضايقني. طيب الكاباسيتنس بتاعت الريزستور تتوقعه ديفيجن اكتر ولا البولي اكتر؟ اكيد الديفيجن دي تحت خالص صح. بس ميزه الديفيجن عن ميزه البولي عن الديفيجن، او الديفيجن عن البولي ايه؟ الديفيجن ليها مزايا ثيرمال، هي جوه السيليكون، فلو سخنت السيليكون ايه حواليها، فيقدر ايه يبردها شويه، فدي بتحسن شويه موضوع اللينياريتي بتاعتها. اوكي، بس هو عامه في بولي وفي ميتال ريزيستنس، وساعات في تكنولوجيز بيبقى بيحطوا كده سبيسيفايد ميتال كده، بتبقى الميتال الطبيعي بتاعنا اللي هو الكبر مثلا. احنا اي تكنولوجي قبل بس ندخل في الاندكتور، اي سي موس تكنولوجي ده بيبقى شكل الساك بتاعها، يبقى في الاخر في السيليكون تحت، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه انه ممكن يتعمل فيه ريزيستور، وفي بولي، البولي ده طبعا بنعمل بيه الجيت بتاع الترانزستورز، بس بنعمل بيه ريزيستورز، وفي ميتالز على حسب التكنولوجي وايه نوع الميتالز. الميتالز دي ممكن تتعمل بايه؟ ايه دايما في نوعين كده مشهورين، الومنيوم او ايه؟ او كوبر صح؟ الومنيوم او كوبر دايما، هو التكنولوجي زي ما الومنيوم او كوبر. في الاغلب لو انت استخدمت اي تكنولوجي بلو ال 0.13 او 65 بتبقى خلاص كبر كله يعني، الا ميتال واحد. انهي ميتال؟ اول ميتال فوق خالص اللي هو هنا ميتال 6، ده دايما مش هيبقى كبر، هيبقى الومنيوم. والسبب الرئيسي بتاعه ان هو عشان يعرف يعمل بوندنج بيه، يعرف يوصله بأي حاجه من بره بقى بعد كده، يعرف يبوند حاجه بيه من بره. اوكي جميل. طيب فطبيعي ان الكبر حلو ولا وحش؟ حلو جدا ككوندكتيفيتي صح؟ هنستفيد بيه في حاجات كتير، بس مشكلته ان هو ريزيستنس، لو احنا استخدمه كريزيستنس بتاعته ضعيفه جدا صح؟ او الالومنيوم الاثنين زي بعض. فساعات في بعض التكنولوجيز بتحط لك في الستاك ده، بتحط لك مثلا ميتال في النص بدل ميتال اثنين، او جنب ميتال اثنين كده بتحط لك حاجه في النص كده اوبشنال، ميتال من نوع ماتيريال مختلفه. زي التنجستين، عارفين التنجستين صح؟ ما في حاجات كده ممكن بيحط حاجه زي كده بتديك ارشيت ايه؟ عالية شوية بالنسبة للميتالز، بس أقل برضه بالنسبة للبولي، يعني البولي بيبقى أكتر، بس ميزتها الكبيرة إن هي الكباسنس بتاعتها إيه؟ تبقى صغيرة شوية. أوكي؟ طيب لأي حد مهتم إن هو يعمل هاي باور أبلكيشن، هاي باور زي البي إيز، زي مثلا في حاجة اسمها أتنويترز، بيبقى مثلا ساعات بيبقى عندنا تشيب ودخل واول حاجه بنحطها فيها اتنويتر، بس الشيب دي يعني طبيعي ان الشيب ريسيفر، يعني اول حاجه بنحطها ايه؟ ال ان اي صح؟ بس ساعات الباور بتجي لنا عاليه جدا، يعني الريسيفر محتاج ان هو يستحمل باور عاليه جدا وباور قليله جدا، فساعات بنبقى عندنا سكتين، سكه اتنويتر على ال ان اي وساعات ال ان اي على طول. ليه بنحطه؟ عشان الباور لما تيجي عاليه جدا اعمل لها ايه؟ اقللها جدا، فاهمين قصدي؟ اتنويتر ده، الاتنويتر ده هيتعمل بريزستورز برضه، فالريزستورز دي مشكلتها ان هي لازم تستحمل باور عاليه، يعني اي حاجه تستحمل باور عاليه ان كانت حاجه في الريسيفر زي كده او حاجه في البي ايز، يعني ده لو افترضنا البي اي هتعمل بريزستور، عشان بي اي دايما مش هتعمل بريزستورز، لازم اهتم جدا باللينيارتي بتاعتها، ان معظم الريزستورز كبولي
او كميتال كويسه او كديفيجن اللي مش عندها مشكله كبيره في اللينيارتي. يعني ايه اللينيارتي؟ مشكله اللينيارتي ان الريزيستنس تعتمد على الايه؟ على الفولت اللي عليها، على الفولت اللي عليها، صح؟ فانت بالتالي انت فرض انت عندك ريزيستنس معينه، تلاقي الباور بتاعتك عليت، بقت ريزيستنس ايه؟ مختلفه، فدي بوظ لك اللينيارتي. دايما بحلها ايه؟ ان انا اقعد اكبر في الريزيستور، ان انا اكبر في الاريا بتاعت الدبليو، اكبرها، فبالتالي اللينس هيكبر عشان عايز اجيب ريزيستنس معينه. اوكي؟ فاي سؤال، بس انا بحاول اتكلم معاك شويه في الريزيستورز عامه عشان ايه؟ لحد الناس كانت ما تيجي يعني. اوكي؟ في مشكله في كده؟ في الكلام ده؟ اي حد عنده سؤال في الحته دي؟ خلي بالكم الحته دي مهمه عشان بتضايق ناس كتير في الديزاين. بتضايق ناس كتير في الديزاين، ان الريزيستورز دي بالذات ممكن واحد ايه؟ يعني مش واخد باله، راح حاطط لك اي حاجه، فجاه لقى الديزاين بتاعه ضرب، وهو مش عارف هو ضرب ليه، وفاكر الترانزستور بتاعه باظ، وما بص ما فيش حاجه، فاهمين الفكره؟ الموضوع ده مهم قوي، بالذات اللي هيعمل حاجات بتطلع هاي باور، وهاي باور بالنسبه لي او بالنسبه عامه هي ان انت عايز بتارجت لينيارتي عاليه. مش لازم تطلع باور دايما، انا طلبت منك تعمل امبليفاير الاي بي 3 بتاعته او الاوتبوت اي بي 3 بتاعته 25 دي بي ام، رقم كبير، او 30 دي بي ام، رقم كبير. الرقم ده لازم هيتحتم عليك ان انت ايه؟ الريزيستورز دي اي كومبوننت عندك تطمن ان هي لينير في الباور العالي اللي انت بتطلعها دي. فاحنا اول كومبوننت بنتكلم عليها هي الريزيستور، فلازم تطمن ان هي لينير. لازم تطمن ان هي لينير. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب تاني كومبوننت عندنا، او خلينا نقول تاني كومبوننت غير الموجود في السلايدز برضو عشان كده ندخل في السلايدز هنكمل شويه فيها، هي الكاباستور. اوكي؟ هي الكاباستور. قبل بس ندخل هنا، اوكي؟ في كم نوع كاباستور عندنا في الشيب او عامة؟ ايه؟ ام اي ام؟ ايه؟ ام او ام؟ اوكي. موس كاب؟ اوكي. وموس كاب في كم نوع منه؟ ايه؟ اتنين. ايه هما؟ لو انت فتحت اي، انت لو جبت اي ترانزستور ورحت موصل الدرين والسورس بالبلك في ناحيه ووصلت الجيت في ناحيه، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك كباستور، صح؟ طيب لو رحت الجيت دي، رحت لقيت حاجه اسمها فيها فاراكتور، رحت استخدمته، هل هو نفس اللي انا عملته؟ لا، مش هو. هتلاقوا لو فتحت كلي اوت هتلاقي فيه مثلا ده فيه بي وده محطوط في ان ويل، فاهمين قصدي؟ المفروض اكتر واحد هيعرف الكلام ده بتاع مين، بيعمل ايه؟ الفي سي او، صح؟ هتلاقوا الموس عامه، احنا لما نتكلم من فوق ميم موم، الميم اللي هو ام اي ام موم موس، مين فيهم اكتر واحد نون لينير؟ الموس كاب، صح؟ ليه نون لينير؟ عشان الكباسنس معتمده على الايه؟ على الفولت اللي على الجيت. انت عارفين ان موس كباسنس، عارفين انت خدتوها صح في الديفايسز، صح؟ موس كباسنس اللي هي في الاخر ايه؟ موس كباسنس اللي انت عندك ميتال اوكسايد، بعديها ايه تحت؟ سيليكون، موس ام او اس، صح؟ سيليكون. فدي نون لينير كباسنس على طول. ليه؟ انت كل ما الفولت يعلى بتشد الايه؟ الكاريرز ناحيه السيرفيس بتاعت سيليكون، فالكباسنس يقل، صح كده؟ معايا؟ فعشان كده تلاقي الفاراكتور كل ما الفولت يعلى الكباسنس او سوري تزيد، يعني الكباسنس يزيد، بس الموس مش هتلاقيه كده عشان في ميكانيزم مختلف. المفروض تاخد الموس، قصدي كموس ترانزستور لو استخدمته ككباستور. اوكي؟ طيب الميم والموم، الميم والموم، الموم بيتعمل بالايه؟ ان انا عندي ميتاليزيشن زي ده كده، ميتاليزيشن زي ده، وفي الاخر بعمل ايه؟ انت ديجيتيد كاباسنس، بقعد اعمل احط الميتالز كده جنب بعضها، احط هنا مثلا ايه؟ انا هنا كشكل فيرتيكال يعني، سيبك من ام 6، اعمل ام 5 بليت، ام 4 بليت تاني، ام 3 هو نفس البيت بتاع ام 5، حلو؟ وام 2 هو نفس البيت بتاع ام 4، وام 1 هو نفس البيت بتاع ام 5 و3، فاهمين الفكره؟ فاهمين شكله زي ده كفيرتيكال. وبعد كده هفرش هورزونتال واعمل فيه نفس الحركه. فاهمين اللي انا قصدي عليه؟ مش متخيلينها؟ يعني من بلين فيو، يعني من فوق، من هوريزونتال شكل. اوكي؟ هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني مثلا ده ام 5، تخيل ده ام 5 عندي، هعمله بالشكل ده. انا الرسم مش كويس يعني، بس ايه؟
فاهم انا قصدي ايه؟ فاهمين؟ ده كده ام 5، ده كده كباستور ولا مش كباستور؟ كباستور صح؟ عملت ده وتحتيه بقى ام 4 نفس الكلام، ام 3 نفس الكلام، ام 2 نفس الكلام، ام 1 نفس الكلام. ده كباستنس، المفروض ان انا كل الديستنس دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي كباستنس صح؟ ما بين الميتال ونفسه، الميتال ونفسه ام 5 وام 5 وام 3 وام 4 وام 5 وهكذا. صح؟ بقعد اعمل فينجرز كتير كده كلها، يعني بحيث ان كل فينجر شايف اللي حواليه مين؟ اللي هو البليت الثاني. معايا؟ فده بنسميه الموم كاب، ده بنسميه الموم كاب. ميزته الكبيره ان هو ايه؟ الاول ده الموم كاب قبل ما نتكلم على ميزته، الميم كاب هو ميتال انسليتور ميتال، صح؟ طب ما ده ميتال انسليتور ميتال يعني. ايه؟ هو في فرق اللي انا قلته ايه؟ ميتال اوكسايد ميتال، شفت يعني؟ طب ايه الانسليتور دي؟ هو الفكره كلها ان الميم بيجي يعمل ايه؟ بيجي يحط، بيجي في التكنولوجي هو ده الديفولت ستاك بتاعي مثلا، اللي هو الديفولت ستاك من غير ميم. بيجي يعمل ايه؟ بيجي عند، سوري، بيجي عند ميتال 5 وحاطط تحتيها كده ميتال تاني اوبشنز. حلو؟ يعني انا عندي الستاك كده اهو، ده ام 5 حلو؟ تخيل معايا، وده ام 4 وهكذا. حلو؟ بيجي حاطط هنا ميتال تاني رفيع جدا، الميتال مش لازم يكون رفيع بس الجاب دي تبقى رفيعه، والجاب دي بتبقى نوع معين من داي الكتريك انسليتور معين، بحيث ان الكي بتاعته تبقى ايه؟ عاليه، الكي تبقى عاليه. ليه؟ عشان يديني كباسنس ايه؟ كبيره. فبيبقى حته ميتال كده، بس هو ساعات ما بيبقاش كده كمان من 5، لا ساعات بيبقى ايه؟ بدل ما يبقى شكله كده بيجي نعمل، بيجي يعمل لك حاجه ثانيه جوه الميتاليزيشن بميتال، ميتال مثلا نقول ايه؟ اكس وميتال واي، وبيجي يوصلهم ب5 هنا ويوصلهم ب4 مثلا، حاجه زي كده. بفيز بعد كده. حاجه في النص يعني، حاجه بيعملها في النص، على حسب نوع التكنولوجي يعني. فده بيبقى الميم، بيبقى حاجه سبيشال بتتعمل، الموم ده ايه؟ ده الديفولت الايه؟ المهم انت بتدفعلوش فلوس ثانيه جديده، الميم هتدفع له فلوس ايه؟ عشان تعمله. طيب من الشكلين دول مين احسن، ميم ولا موم؟ ماشي، لو كباسس كبيره في الاغلب يعني شكلها كده، ده مهما عملت مش عارف اجيب نفس الدينستي بتاعت ده، صح كده؟ ده بيبقى اوبتمايزد قوي وبقى السيكنس ده ضعيف صغير جدا فبيجيب بيها. ماشي كلامك صح، على الرغم من ساعات ممكن اعرف اجيب ده كويس بس مش هعرف اجيب بقى ابدا الميم بيقوله. طيب يبقى دايما الميم احسن، الميم ده ما عملوش خالص. في حاجه واضحه قوي ما بينهم، ايه؟ ماشي، انا كلها بقى عملت بيها كاباستنس، كل البرازيت كل حاجه عملت بيها كاباستنس كبير. لا، في حاجه ثانيه ممكن، ده ممكن يبقى ليه بارازيتكس تو ذا جراوند اعلى، صح؟ ليه؟ عشان ده لحد ميتال 1 ف صح؟ لا فليه بارازيتكس اعلى، بس ليه؟ بس ده مفيد في حاجه بقى، ده مفيد في حاجه، ده انا عايز اقوله مفيد في حاجه. مين فيهم اللي استحمل فولت اعلى؟ اكيد ده صح. هو امتى انا اقدر اقول استحمل فولت اعلى ولا فولت اقل؟ هو ايه مشكله الفولت لما يكون عالي؟ يعني لو عندي تو بليتس الفولت لما يبقى عالي بيحصل ايه؟ الكتريك فيلد اللي بيبقى في الدايلكتريك ده بيبقى عالي جدا، صح؟ تخيل بقى لو ديستانس دي صغيره جدا والكي دي عاليه، فعامله لي لما حطيت فولت عالي هنا الالكتريك فيلد بيبقى عالي جدا، هيعمل ايه في ده؟ هيحرقه. فده ليه ماكسيمم فولت تقدر تستخدمه عليه، بس ده ميزته ان هو ايه؟ الريتنج بتاعه او الفولت الماكسيمم اقدر اشتغل عليه بيبقى اعلى كتير من ده. فلو حاجات لو انا عايزها هاي فولت شويه، عايز اطمن ان مش هيحصل بريك داون للكاب بتاعي، اكيد هستخدم ايه؟ ده. يعني دايما هنبص على البريك داون لده. حلو؟ دايما ده هيبقى احسن كلينيارتي، بس ده برضه اللينيارتي بتاعته حلوه جدا يعني، ما حدش هيتكلم عليها يعني اصلا. اوكي؟ بس لو جيت فكرت فيها بشكل برسايز هتلاقي له لينيارتي احسن. ده قصدي احسن. ده هتلاقي التمبريتشر فاريشن بتاعته احسن من ده. دايما الكي دي عشان هي بتبقى عاليه
صغيره الدايركت ده، بس بيبقى ليه تمبريتشر فاريشنز برضو مش قليله. اوكي في سؤال في الكلام ده؟ طيب في حاجه حد عنده سؤال في الكابس انواعها؟ انا بحاول افكر لكم في حاجه تكون مهمه ليها علاقه بالكابس يعني. حد عنده سؤال؟ اوكي طيب. طب ندخل بقى لثالث الكومبوننت اللي هو الايه؟ الاندكتور بتاعنا. اوكي طيب الاندكتور ده هو في الاخر عباره عن ايه؟ ميتال. جميل جدا. طيب الاول الكاب ده كان عباره عن ايه قبل الميتيشن بتاعه؟ في الاخر هو عباره عن ايه؟ هو حاجه بتحفظ ايه او بتشيل ايه بتشيل شارجز اللي بتشيل الكتريك فيلد صح؟ طب الاندكتور هو حاجه بتشيل ماجنتيك فيلد، فهو اهم حاجه في الاندكتور ان هو يبقى عندي واير طويل وملفوف حوالين بعضه فيعمل ميتشوال ايه؟ اندكتنس ما بينهم، فيبقى فيه فيلد ماجنتيك فيلد مثلا عليه يشيله كتير صح كده؟ كل ما ده كبر كل ما هي ايه؟ كل ما الماجنتيك فيلد يقدر يشيله كتير، فبالتالي بقدر اقول ان الاندكتنس بتاعته زادت. الاندكتنس بتاعته ايه؟ زادت. اوكي؟ فهو في الاخر عباره عن سبايرل كده او واير بنلفه بنعمل بيه اندكتور. لو طبعا البي سي بي ابروشز بتبقى حاجات ايه؟ شبه انت ممكن تكون شفتوا حاجات زي كده على اي بورد قديمه جدا. ممكن تشوفوا حاجات ايه؟ زي الاشكال دي اللي هي بتبقى وايرز ملفوفه، بس في الاغلب بتبقى ملفوفه حوالين ماتيريال نوعها بتزود ماتيريال نوعها بتزود الايه الماجنتيك فيلد ده بتزود الميتشال الايه بتبقى بنسميها الميو ار بتاعتها البرميبيليتي بين في الاغلب بتزيد بتبقى زايده ودي بتبقى في الاغلب ماجنتيك ماتيريال شويه او ماتيريال يعني مش طبيعيه يعني مش اوكي. طيب لو احنا حابين نعمله بقى هنعمل اندكتور على تشيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بنمسك حاجه زي الاستاك اللي احنا حطيناها اللي وريتها لكم من شويه دي، بنقعد نلف بيها ايه؟ واير في الاغلب حوالين نفسه عشان ايه؟ عشان نزود ايه؟ الميتشال اندكتنس ما بينه فنزود الاندكتنس، يبقى في اريا صغيره اعرف اجيب بيها اندكتنس كبيره شويه. اوكي؟ تمام؟ طيب ده لسه كنا بنتكلمين عليه الاستاك ده. فاحنا في الاخر بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي نرسم حاجه سبايرال زي ده كده، نقعد نلف كده، ندخل مثلا من هنا وفي الاخر ده يعني الطرفين بتاعه بيبقى ده وده، في الاغلب بيبقى عندي بريدج، لازم يكون عندي بريدج. مفيش بوينتر. جميل. انا مثلا ادخل من هنا اهوت والطرف الثاني بتاع ده، بس في الاغلب عشان اعرف اوصل لهم يبقى لازم ايه؟ اعمل ايه؟ بريدج. يعني بريدج يعني مثلا هلف ده على مثلا متل هنا 5 وبعد كده اروح اعمل بريدج على متل 6 صح كده؟ إيه؟ طيب ما انا مش هنتكلم فيها بقى. اوكي طيب لو جينا بصينا على الاندكتور ده، الاندكتور ده بيلف بالشكل ده، هيبقى الماجنتيك فيلد بتاعنا بيمشي ازاي؟ بيمشي جوه الايه؟ جوه الاندكتور كده وبيطلع من بره، يعني بيلف ايه؟ كده صح؟ هيلف ايه؟ هيلف كده. ساعات بنبقى عايزين اندكتنس زياده شويه وما عندناش اريا ليها، فبنيجي نعمله على كذا ايه؟ لاير، بنلف في لاير وبعد كده ننزل تحت ونلف في لاير اللي تحتيها. اوكي؟ كل ما هو عدد الواير في الاخر فكر فيها كده، اندكتور يعني ايه؟ يعني واير ماشي فيه كرنت حلو حواليه ماجنتيك فيلد. كل ما انا الواير ده طوله زاد عمل ايه؟ اندكتنس زادت. اوكي؟ كل ما الواير ده طوله زاد اندكتنس زادت. طيب فالسبايرال اندكتور ده اللي هو الاندكتور اللي احنا شايفينه ده في الاغلب ليه كذا حاجه كده بنعرفها بيها. اول حاجه بنعرفها بيها الدايمنشن الانير دايمتر بتاعه والاوتر دايمتر. يعني الاوتر دايمتر اللي هو في الاخر انا هرسمه في قد ايه؟ بالشكل ده. حلو؟ اللي هي من هنا لهنا. واللينير دايمتر اللي هو ده واللاين ويتس واللاين سبيسنج والنمبر اوف ترنز. في مشكله في الكلام ده؟ طيب لو انا عايز اعلي الاندكتنس اعمل ايه؟
اقعد الف. قلل ايه؟ ده لو عايز اعدل الاندكتنس، انا عايز اعدل الاندكتنس. هو في برنسبل، في حاجه اساسيه لسه قايلها من شويه، انا عايز اعدل الاندكتنس اعمل ايه في الواير؟ اطول الواير صح؟ بس احنا المشكله ما عندناش ايديا في نعمل ايه؟ بنقعد نلف ايه؟ كتير صح؟ فانا ممكن اعمل حاجه شبه كده مثلا، تخيلوا معايا حاجه كده، او اعمل حاجه كده مثلا، تخيل معايا وخلاص كده. كواير لينس الاثنين زي بعض بالظبط. مين يعني انا الكواير لينس مين زي بعض؟ بس المشكله ده هاخد اريا زياده، وانا مش مشكله عندي في الحته دي. ده احسن ولا ده احسن؟ ده احسن. ليه؟ ليه بقى؟ يعني بص، هي ما هو لو نفس اللينس، تخيل كده ده من هنا لهنا هو نفس اللينس من هنا لهنا، يبقى الميتاليزيشن بتاعي واحد، يبقى بارازيتكس واحده ولا اقل؟ هنا يعني ماشي صح، معاك حق، البارازيتكس اعلى. وفي حاجه ثانيه، مين لو الاثنين نفس اللينس مين الاندكتنس بتاعته اعلى؟ تعال نرسم واحد كمان، انا عملت واير برضو طويل، ده لينس ال، ده توتال لينس ال، ده توتال لينس ال، مين فيهم الاندكتنس اعلى؟ ده الاندكتنس بتاعته اعلى واحد؟ كلنا متفقين؟ ها؟ حد مش متفق؟ لا، هو في الحقيقه هتلاقي ان ممكن يبقى ده اعلى واحد. ليه؟ هو الاول ده في هنا نوعين اندكتنس عندي، ايه نوعين الاندكتنس؟ او نوعين ماجنتيك فيلد، او خلينا اندكتنس احسن. ايه نوع الاندكتنس هنا؟ بنسميها سيلف اندكتنس، او ايه الاندكتنس النابعه من الواير نفسه صح؟ بس انا عايز نوعين من الاندكتنس، عايز سيلف اندكتنس وعايز ميتشوال ايه؟ اندكتنس ما بين الترمز، عشان اعلي الاندكتنس اللي هاخدها من الايه؟ من نفس الواير، نفس طول الواير. حلو؟ فده هيبقى فيه سيلف بس، ده هيبقى فيه ميتشوال مع سيلف، وده فيه ميتشوال مع ايه؟ سيلف. بس مين فيهم الاطول؟ مين فيهم الاحسن؟ ميتشوال هنا ولا ميتشوال هنا؟ هنلاقي الميتشوال هنا احسن. ليه؟ عشان انا عندي مساحه هنا في الانير، في هنا الفيلد يقدر ايه؟ يلف فيها، يقدر يجنريت ماجنتيك فيلد، يقدر يعمل ميتشوال احسن من ده. ده مفيش هنا حاجه يمشي فيها. فانت مش معنى ان انت ان انا لو انا عايز اكبر الاندكتنس عندي اريا معينه هقعد الف جوه، ملوش معنى. انا كده اصلا ما باخدش حاجه. انا محتاج الف، يعني محتاج اسيب مساحه جوه عشان الايه؟ عشان الاندكتنس، عشان الماجنتيك فيلد يعرف يلف فيها. فاهمين قصدي؟ فبالتالي لما اجي اعمل حاجه اعملها حاجه بالشكل ده، ما اعملش بالشكل ده. حلو؟ طيب الريزيستنس بتاعت مين اقوى اكتر كريزيستنس فاليو؟ كريزيستنس دي سي ريزيستنس، كلهم نفس اللينس، يبقى كلهم نفس الريزيستنس صح؟ طيب مين بقى احسن؟ طالما هم كان نفس الريزيستنس، ككباسنس ممكن ده يبقى اعلى شويه صح؟ ده هيبقى اقل كباسنس فيهم، اكيد ده هيبقى اقل كباسنس فيهم، ده هيبقى في المتوسط صح؟ كريزيستنس اتفقنا كلهم هيبقوا زي ايه؟ بعض. كاندكتنس في الاغلب ده هيبقى ايه؟ احسن واحد، يبقى مين فيهم اللي استخدمه احسن واحد؟ ها؟ اللي في النص. طيب ايه هي الكارتيريا اللي انا اخترت على اساسها؟ انا عايز اعلى اندكتنس واقل ايه؟ اقل كباسنس واقل ريزيستنس صح؟ صح كده؟ طب لو افترضنا الكباسنس مش هنبص عليها حاليا، يبقى لو افترضنا الكباسنس دي كده كده مهمله، يبقى اعلى اندكتنس واقل ايه؟ ريزيستنس. عشان كده في اي اندكتور دايما هيبقى اسوشيتد مع سام سورت اوف ريزيستنس ار صح؟ مع ال ال بنعرف له حاجه اسمها كواليتي فاكتور اللي هي بتساوي اوميجا ال على ار. اوميجا ال على ار. حلو؟ الار دي تمثل لي ايه؟ الريزيستنس او التوتال لوسز بتاعت الاندكتور ده. حلو؟ اللوسز بتاعت الاندكتور، اوكي؟ طيب انا هنا قلت ان كلهم واحد، ان الريزيستنس ايه؟ واحده. بس انا لو طلعت في الهاي فريكونسي شويه، هل اللوس ميكانيزم بتاعي هو الريزيستنس بتاعت الواير بس؟ لا، هو في الحقيقه لا. فهنلاقي اللوس ميكانيزم كذا حاجه، هو طبعا الميتال لوسز دي واحده منهم، اللي هو او سكن والسكن افكت. طبعا انا لو الواير تخين غير لما الواير يكون رفيع. حلو؟
هنلاقي ان احنا عندنا الماجنتيك فيلد هو بيلف بالشكل ده، بيعدي فين الماجنتيك فيلد؟ بيعدي في سبستريت. طب لو ما يعدي في سبستريت بيعمل ايه؟ بيعمل ايدي كارنت. عارفين الموضوع ده؟ اي ماجنتيك فيلد يعدي على اي حاجه كوندكتيف، السبستريت دي كوندكتيف ولا الاول؟ صح، كوندكتيف. اول ما يعدي عليها يعمل ايه؟ ماجنتيك. طالما في ماجنتيك فيلد وفي كوندكتيف ماتيريال يبقى في ايه؟ في كارنت. هو هما في الاخر الماجنتيك فيلد والكارنت، والكارنت هما حاجتين ليهم علاقه ببعض، ما ينفعش واحد يتواجد والتاني مش متواجد. فيعمل لي كارنت هنا، فيعمل لي هنا ايدي كارنت في من تحت في السيليكون سبستريت، فايه؟ فيزود لي اللوسز. بس ده دايما هيبقى عند الهاي فريكونسي شويه، عند الهاي فريكونسي شويه. طبعا فكره ان الكاباسنس تو سبستريت لوسز دي مهمه جدا، وهنتكلم عليها كمان شويه واقول لكم ليه بتفرق. ممكن احسنها على حساب الايريا ازاي؟ اقعد اكبر مثلا في ده، اعملها ازاي؟ احسنها ازاي؟ ايه؟ تحط الكور، صح. بس ده انا بستخدم بعمل بس اعملها على ستاندرد سي موس تكنولوجي او ستاندرد تكنولوجي. احط الكور ازاي بقى؟ حاجه سبيشال زي ما هو عارف، بس انت كده هتقول فاوندري اعمل لي حاجه ثانيه. انا عايز امبلمنت اندكتور على الايه؟ على التكنولوجي دي. فاهم قصدي؟ ففي الاخر هنلاقي يعني ايه من الكلام ده، من الكلام ده انا يعني انا قلت لكم على اللوس ميكانيزم. اللوس ميكانيزم مع الكلام ده هنلاقي ان دايما اي تكنولوجي عندنا بيبقى ليها ماكسيمم كواليتي فاكتور اقدر اجيبها منها. بناء على ايه؟ ان احنا لو مسكنا كل الميتاليزيشنز اللي فيها الاول قبل ما نعمل الموضوع ده، هنا ايه احسن ميتال اتعمل عليه اندكتور؟ ام 6. طب ليه؟ بعيد عن سبستريت واحد بس، ده مش اهم حاجه. السيكنس بتاعه كبير، الريزستنس بتاعته ايه؟ قليله، صح؟ وبعيد عن السبستريت. بعد عن السبستريت بيعمل لي حاجتين كويسين، ايه هما؟ هيقلل لي الماجنتيك فيلد اللي هيمشي، هيبقى بعيد شويه، بعيد شويه عن السبستريت، فيقلل لي الايدي كارنت اللي هيبقى تحت. وايه تاني؟ الكباسنس والسبستريت هتقل. الكباسنس دي زي ما هي بتعمل مشكله في السيلف ريزستنس بتعمل لي مشكله برضه في الكواليتي فاكتور. اوكي؟ معايا؟ ماشي. حلو، تعال ناخد بس ستيب باك كده شويه. لو انا عايز اعمل فلتر، عايز اعمل فلتر من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، افلتر اي حاجه، انا عايز كواليتي فاكتور بكام؟ على حسب، صح؟ ده لو ايمج ريجكشن فلتر واي اف صغيره. فاكر احنا حسبنا حاجات زي كده، صح؟ كانت بتطلع كام؟ ممكن تطلع مئات الاف، صح؟ فانت عايز كواليتي فاكتور اعلى حاجه. ليه؟ عشان تعرف تعمل فلترز بتبقى ليها ستيب ايه؟ رول اوف، او بتنزل جامد، فتعمل ايه؟ فتعمل لي ريجكشن حلو، صح كده؟ يبقى انا عايز الكيو دي تبقى اعلى حاجه ممكنه، ممكنه. طب ما هو الفلتر ده انا هامبلمنته بال وسي من اللي على الكت، صح؟ ال كيو بتاعتها اصلا ليها ماكسيمم فاليو، والسي حتى لو ليها كيو عاليه، بس في الاخر الفلتر نفسه هنلاقي ان هو الكيو بتاعته الاوفر اول معتمده على الكيو بتاع ده والكيو بتاع ده. زي ما بتقول كده ان هي بارل كومباينيشن ما بينهم، هتاخد الكيو لايه؟ القليله اصلا. انت فاهم قصدي؟ فانا هاجي اقول لك بص الكيو دي اخرنا بنعرف نعملها 20. يبقى انت اخرك تعرف تعمل ده 20. طب ليه بنعرف ده اخر 20؟ عشان الموضوع ده، عشان الميتاليزيشن لوس، وعشان الايدي كارنت، وعشان السبستريت. بس اكتر حاجه مهمه هي الميتاليزيشن لوس. اكبر فاليو للشيب، اكبر فاليو للايه؟ للايه؟ اون تشيب. على حسب، ما هنبص هنتكلم فيها دلوقتي تاني. يعني هل انا قلت لك حاجه ثلاثه بتكونسترين ال فاليو من هنا؟ ما انا ممكن اجيب تشيب 1 مللي في 1 مللي واقعد الفها كلها. اجيب الاندكتنس بكام؟ كبيره جدا، ما اعرفش كام يعني، صح؟ بس مشكله ان انا لو جبت التشيب كامله 1 مللي في 1 مللي وقاعد عمال بلف بس فيها لحد ما خلصت الاوتر ريديوس بقى 1 مللي في 1 مللي. مشكله حاجه زي كده ايه؟ بالظبط. الكباسنس مع الميتال ده، الميتال ده قريب من السيليكون، يعني الميتال ده البعد ده مش كبير. فانت زي ما تعمل الاندكتنس بتعمل ايه؟ كباسنس قاعد عمال بتلف، صح؟ طيب انا لو عندي
اندكتور بالشكل ده، ده كده اندكتور صح؟ كده لما اجي ابص عليه مع ابص عليه مع الفريكوانسي، قصدي يعني كزي زي هنا، هتطلع حاجه عامله زي كده صح؟ معايا؟ طيب تخيل كده، للاسف نتيجه ان انا عملته على التشيب بقى معاه بعض الريزيستنس، هيبقى شكله عامل ازاي؟ مش الكيرف ده مش هيبدا من زيرو، هيبتدي كده صح كده؟ صح. فبالتالي على حسب الريزيستنس دي، على حسب الكيو يعني ال بالنسبه للار، انا في الاخر لو اشتغلت اقل من سيرتن فريكونسي انا ايه؟ انا مش شايف ال اصلا صح كده؟ دي مبدئيا. طيب نتيجه ان انا عملته على تشيب بقى ليه كاباسيتنس على الجراوند بالشكل ده كبيره جدا، الشكل ده يحصل فيه ايه؟ هينزل تاني صح؟ وهينزل تاني كده يعمل كده صح كده؟ طيب كل ما ده يزيد ده يزيد ده يزيد، انت متخيل اللي بيحصل ايه؟ فانت عشان تعلي الاندكتنس دي ده يحصل فيه ايه؟ هيدخل لجوه صح؟ ما هو انت الريزونس ده فريكونسي ده كام؟ واحد على روت ال سي. حلو؟ فبالتالي اللي هيحصل ان انت عشان تجيب اندكتور عالي قوي ده هيروح ايه؟ هيبتدي يدخل، فمش هتعرف تستخدمه عند اي فريكونسي الا الدي سي. ومشكلته عند الدي سي انت اصلا مش شايفه عشان الايه؟ عشان الريزستنس بتاعته، فلازم تشغل فيه في حته صغيره بس معينه وخلاص. فانت لو عايز تجيب اندكتور واحد نانو هنري هتجيب واحد نانو، رغم الرقم ده، لا واحد نانو سهل. واحد مثلا ايه؟ واحد مايكرو مثلا، نفترض يعني ان انت تعرف تجيبه. ممكن تجيبه عادي، بس مشكلته ان انت ايه اليوز بتاعه بقى؟ هتستخدمه عند انهي فريكونسي رينج اصلا؟ هتلاقي نفسك ما بتستخدموش حاجه. والاريا بتاعته مش يعني الفكره ان انت دفعته عشان تعمل الاندكتور ده كنت تروح تشتري اندكتور وتحطه على البورده. انت فاهم قصدي؟ انت دفعت ال 1 ملم في ال 1 ملم بتاعت مثلا 65 ما تقلش مثلا عن 5K. ده بس فابريكيشن، بس ما قلتلكش ديزاين. ده خلي بالك كده رخيصه يعني. اوكي؟ طيب في اي سؤال في الكلام ده يا جماعه؟ طيب من اللي احنا قلناه حاليا ان احنا يعني اكيد الاندكتور اللي احنا هنعمله هو معتمد على الفريكوانسي انا هستخدمه في ايه صح؟ مبدئيا لو واحد عايز يعمل اندكتور عشان يستخدمه عند 300 ميجا هرتز ما يقارنوش بالاندكتور اللي هعمله عشان يستخدمه عند 10 جيجا هرتز، ولا هقارنه بالاندكتور عشان يستخدمه عند 50 جيجا هرتز ولا 1 جيجا هرتز. اكيد الاندكتور ده غير ده غير ده غير ده. ليه؟ ان انا الفريكوانسي رينج بتاعي هيتحتم عليا من ديزاين اصلا، انا عايز قيمه اندكتنس معينه صح؟ واقدر استحمل بارازيت الكباسيتنس معينه، واقدر استحمل كيو معينه، فاهمين قصدي؟ فبالتالي لو انا جيت قلت لك اندكتور 100 بيكو كبير ولا قليل؟ هتقول لي ايه؟ حسب الفريكوانسي. 100 بيكو عند 100 جيجا كبير قوي، 100 بيكو عند 1 جيجا ولا كانك شايفه، اكنه حته واير مش مالهاش لازمه. حلو؟ منطقي عشان اوميجا ال. اوكي؟ طيب فبالتالي لو انت بصيت على اي تشيب معموله فور مليمتر، يعني معموله عند حاجات 30 و40 جيجا هرتز، هتلاقي دايما الرسومات حاجات فيها ايه؟ مرسومه. لو بصيت على التشيب من فوق داي فوتو من فوق هتلاقي مرسومه ايه؟ لفتين اخرها، ثلاث لفات، مش اكتر من كده. لو رحت مسكت مثلا اوسيليتور معمول عند 1 جيجا هتلاقي فيها اندكتور كده جوه وسط التشيب ملفوف مثلا 7 لفات 8 لفات. ليه؟ عشان هو عايز اندكتنس عاليه جدا، ممكن توصل 10 نانو هنري. حلو؟ بس في نفس الوقت هو ايه؟ هو مش فارق معاه السيلف ريزونانس، هو عايز يشتغل عند 1 جيجا بس. ده اوسيليتور مثل الاوسيليتور كده، ان انت بتشتغل عند 1 فريكونسي بس لو هتعمل ال سي اوسيليتور. انت فاهمين قصدي؟ طيب بالنسبه بقى للاندكتور، احنا اتفقنا ان هو ليه ار بالشكل ده وليه وهو ال صح؟ الموديل بتاعه بقى كموديل. في ايه تاني ممكن نحطك في الموديل؟ في حاجتين كمان، ان الترمس دي ليها كباسيتنس ما بين بعضها صح؟ ها؟
ها؟ فبالتالي ممكن ألمبت بحيث تبقى شكلها عاملة كده مبدئيا زي شكل احنا فوق ده. حلو؟ طيب الكباسنس دي تو ايه؟ الكباسنس دي لايه؟ للجراوند. جراوند اني جراوند؟ سبستريت اللي هي فين؟ مين فين السبستريت دي؟ اللي هي كان شكل ايه؟ اللي هي وجه اللي هي كانت دي يعني الكباسنس عندي من هنا لايه؟ النقطة دي. طب ده هل ده ايدل جراوند عشان ارسمه عشان احطه كده؟ لا. ده عبارة عن ايه؟ في الاخر سيليكون او عبارة عن هو مش داي الكتريك حتى هو مش داي الكتريك هو ايه؟ سيمي كوندكتور. ليه ريزستيفتي ضعيفة؟ دايما معظم السبستريتس هنلاقي الريزستيفتي بتاعتها في حدود ال 10 سيمنز 10 سيمنز. عارفين سيمنز اللي هي 1 اوفر ايه؟ اوم. اوكي؟ فليها كوندكتيفتي بس الكوندكتيفتي ايه؟ ضعيفة. لو انا عندي بيس اوف ميتال الكوندكتيفتي بتاعته ضعيفة جدا زي اللي بقول لكم 10 سيمنز دي اموضله بايه؟ كباستور ولا ريزيستور؟ ما هو ليه كوندكتيفتي مع 10 ضعيفة. لو هو دي كانت زيرو اموضله كايه؟ ككباستور. انا عندي من هنا لهنا اهو. حلو؟ اموضله ككباستور بس هو للاسف هو ايه؟ هو ليه كوندكتيفتي ضعيفة. اموضله كايه بقى؟ كباستور وريزيستنس معاه. صح؟ طيب معظم التشيبس بتاعتنا دي بتتحط كده بيبقى البوتوم سايد بتاعها بيتحط على بليت ميتال بيتحط على ميتال. الميتال ده بيبقى هو الايدل جراوند بتاعنا هو متصل على الميتال بتاع البورده الكبير اللي هو الايه الجراوند الكبير بتاع الايه بتاع البورده بتاعتنا. فبالتالي دايما الحته اللي تحت دي بتبقى ايه؟ فيري جود جراوند ايدل اولموست ايدل جراوند. حلو؟ فانا لو عايز امودل احنا اتفقنا ان انا عندي كباسنس من ايه؟ من فوق هنا لهنا صح؟ في المود اللي احنا رسمناها بس من هنا هل ده الجراوند؟ لا. في كباسنس بارل مع ريزيستنس لوسي اللي هي اللوسي سبستريت بتاعتنا هنمودلها بحاجه شبه كده. فاهمين قصدي؟ فعشان كده الموديل في الاخر يطلع شكله عامل كده. ما هي فيها كل حاجه ماشي. لا ليدي كرنت احنا هنموديله ك الريزيستنس دي يعني هي بتبقى حاجه ثانيه. لا تبقى حاجه ثانيه ممكن. اصل الايدي كارنت بيعمل ايه؟ فكر فيها. الايدي كارنت بيعمل ايه؟ يعني بالظبط يعني هيقلل ال ال. يبقى انت لو عايز تموديل فعليا الايدي كارنت لازم ال ال دي ايه؟ تقل شويه صح؟ والريزيستنس دي تعلى شويه. يعني قصدي الموديل ده مختلف عن الموديل بتاع الايدي كارنت دي حاجه ثانيه. في اي مشكله في الكلام ده؟ يعني ده في الاخر ده الموديل المتعارف عليه بتاع السبايرال ايه اندكتور. طيب ساعات ناس بتحسن الموديل شويه عن كده بتقول انا عندي سكين ديبس صح؟ ايه هو السكين ديبس؟ بالظبط بالظبط. لو انا عندي حته ميتال زي كده حلو ماشي فيها دي سي كارنت. الدي سي كارنت هيمشي فين؟ في كل ده صح؟ لو ماشي كرنت اعلى شويه عند فريكونسي اعلى شويه هيمشي على الايه؟ على الاطراف صح؟ لو اعلى اكتر هيمشي على الاطراف اكتر صح ولا ايه؟ طب هل ده معناه ان الريزستيفتي بتاعت حته ميتال زي كده بتعلى ولا بتقل مع الكرنت؟ بتعلى مع قصدي مع الفريكونسي سوري الريزستنس بتعلى مع الفريكونسي. فالسكن ديبس بيعمل ايه في الريزستنس؟ بيعليها مع الايه؟ مع الفريكونسي. فساعات الموديل ده بنغير فيه الريزيستنس دي بنحاول نحطها بشكل ليه سلو مع الفريكونسي. بيكنه يعلى شويه مع الفريكونسي. اوكي؟ هس سكن ديبس ده ليه علاقه بالميتال ويتس، ميتال ويتس وميتال ايه؟ يعني في الاخر عشان كده فكره السكن ديبس ده بيقول ايه؟ ان انا كل ما اكبر الويتس هل انا بكسب في ريزيستنس؟ كل ما اكبر الويتس انا خلاص انا عندي ميتال ثابت يعني ده ميتال 5 مثلا حلو؟ هكبر الويتس كل ما اكبر الويتس الار تقل؟ يعني الويتس ده يزيد الار تقل؟ ايه؟
هتبقى دومين بسكن دبسه. هيحصل ايه؟ ان انا افترض انا عندي فريكوانسي معين، انا شكل يعني ده شكل الايه، دي المنطقه اللي بيمشي فيها الكرنت. حلو. طب كبرت الويتس، اكيد كبرت الحته اللي ما بمشيش فيها ايه كرنت، ملاش لازمه قوي يعني، مش هكسب كتير، مش هكسب حاجه. يبقى وهخسر ايه قدامها؟ اريا. وايه حاجه ثانيه؟ بارازيتكس كاباسنس. ما هو كل ما الويتس يكبر بقى في كاباسنس تو ذا جراوند ايه اكبر، يبقى في برضه اوبتيمم ايه ويتس على حسب الفريكوانسي اللي هشتغل عليه. ما اقعدش ما اقول ما الاقيش الدنيا وحشه اروح حاطط مثلا 20 مايكرو ويتس، يبقى انا كده اصلا مش مستفيد حاجه باللي انا عامله ده، بالعكس بيضرني جدا. اوكي. في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب يعني هنا السلايد دي هي ما بتقولش حاجه غير ان انت ايه، يعني بتيجي تقول لك كده رفلي ايه الاندكتنس فاليو اللي انت تقدر تستخدمها عامه. يعني هو الارقام دي خلي بالكم مش يعني معتمده جدا على التكنولوجيا، هو بس بيقول لك ان انت عند فريكوانسيز قليله تقدر ايه تعلى بالاندكتور قوي، وعند فريكوانسيز عاليه وده هتلاقوا الكيرف ده نتيجه الكيرف ده. يعني ايه يعني ايه الكيرف ده اصلا؟ يقول لك ايه ماكسيمم فريكوانسي تقدر تستخدمها عند كل، قصدي اندكتنس تقدر تستخدمها عند كل فريكوانسي. حلو. طب ده ليه؟ عند نتيجه الايه؟ السيلف ريزونانس، ان هو مش هيخليني اعرف مش هيبقى عندي اندكتور، هيبقى عندي كاباستور اصلا. حلو. بس هو بيجي يقول لك بص انت 10 نانو تقدر تستخدمها، عايز اكتر من كده تعرف تجيب اكتر من 10 نانو، بس هتبقى عند فريكوانسيز اقل. صح. بس مشكلته هتبقى ايه؟ الاريا تبقى تو لارج، وفي نفس الوقت انت ممكن تعرف تجيب اندكتنس قليله قوي وتستخدمها عند فريكوانسز عاليه قوي، بس مشكلتها ان انت هتبقى الانتر كونكتس بتاعتك هتبقى دومينيتنج اصلا بتاعتك، يعني هتبقى الاندكتور ما يفرقش حاجه عن الايه؟ عن الواير اللي انت حاطه، انت لما تيجي توصل اكنه زي بعض. عشان كده بيحصل ايه؟ انت في الحاجات اللي لو انت فتحت كده ممكن تجيب اي بيبر مثلا، ممكن على النت كده 16 جيجا ريسيفر. حلو؟ هتلاقي ايه؟ لما تيجي تبص على الشيب هتلاقي فيها ما فيهاش حاجات بتلف. هتلاقيها مثلا ايه عنده ترانزستور كده عامل له واير كده وخلاص خلص، وده البادة مثلا. الواير ده هو الاندكتور بتاعه. انت فاهمين الفكره؟ هو 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 عايز اندكتور صغير قوي. فلازم ياخد في حسابه كل حاجه، حتى التوصيله، التوصيله دي هي اندكتور اصلا. فاهمين الفكره؟ طيب موضوع سيلف ريزونانس احنا اتكلمنا عنه، موضوع اللي هو ايه؟ هو ده طبعا انت لو حبيت تبص عليها كامبيدنس شكلها عامله ازاي؟ يعني الرسمه اللي انا رسمها دي طبعا هي مش صح قوي، عشان هنا عامل ايه؟ عامل زي، لو دي ماجنتيود هتبقى كده، تنزل هتفضل لحد توصل للصفر عند ما لا نهايه يعني. يعني مش هتوصل للنيجاتيف، مش هتنزل للنيجاتيف، هي بس لو بصيت عليها كايماجري بارت وحاجات كده هتبقى في النيجاتيف يعني. يعني اللي انا كنت رسمه من شويه ده كان الايماجري بتاع الزي. اوكي. فده شكلها، ده شكلها لما يبقى عندي ال وسي، حاجه بتعلى بالشكل ده وبعد كده تقل تاني. وهي بتعلى بتبقى عباره عن ايه؟ اندكتور. وهي بتقل، طب وهي هنا؟ ده الريزنس اللي هو امتى؟ لما ال وسي ده لاشوا بعض فتبقى لي ريزيستنس بس. حلو؟ طيب فده الشكل ده، يعني بصوا شايفين الفرق ما بينهم؟ يعني اللي فوق خالص دي اول واحده اللي هي الخضراء لما الكيو كانت عاليه قوي، السودا دي لما الكيو كانت متوسطه. هو طبعا انا كاتب كيو ب 1 وكده، بس يعني مش مشكله الارقام، احنا بس نبص على الايه؟ على الشكل. حلو. وكيو صغيره بتبقى شكلها كده. مين فيهم لو انا استخدمت ده كفلتر مين فيهم يديني ريجكشن احسن؟ اللي ايه؟ الاخضر. صح، منطقي. صح، عشان الاخضر ايه؟ لو انا بصيت، لو انا ده لو افترضنا ده الفريكوانسي اللي انا عايزه وده الفريكوانسي اللي عايز اعمل له ريجكشن، الاخضر ده هيديني اكتر ايه؟ سيلكتيفيتي ريجكشن. صح كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ ماشي. اوكي. طيب فهو هنا بس بيعرف الكيو. اوكي. طيب الكيو عامه احنا ممكن نتكلم عليها دلوقتي؟ اوكي. ايه هي كيو بقى؟ ازاي بنقيسها؟
احنا انا لسه قايل لكم حاليا ان هي اوميجا ال على ار. مين الاوميجا ال على ار دي؟ المجري بتاع يعني دي لو ده زي اوف اف او زي اوميجا. مين الاوميجا ال؟ هي المجري بتاع مين؟ بتاع الزد على الريل بتاع زد. في الاخر انا باجي اقول انا ده رياكتيف كومبوننت مش ريزيستيف كومبوننت بتاعي، ده رياكتيف كومبوننت. فانا عايز اعرف هو قد ايه بيديني رياكتنس بالنسبه لايه؟ ريزيستنس. فهو الايماجري على الريل ده بعرف بالكيو، وفي نفس الوقت بنعرف نريليتها لما نحطها في ار ال سي بالايه؟ بالاف نود على ال او على الباندوث. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب هنرجع الحته دي تاني. ساعات بقى في ناس بيحصل ايه؟ ساعات فكره السبستريت دي وجودها هي بتضرني في حاجتين. ايه هما الضررين؟ السبستريت اللي تحت، السيليكون اللي تحت، ضاريني في حاجتين. ايدي كارنت وبارازيتكس. بس بارازيتكس ايه نوعها اللي هتضرني؟ يعني احنا قلنا الموديل بتاعها هنا ده يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كده صح؟ صح؟ الحته دي هنقولها كمان شويه لسه. شايفين الشكل ده؟ بيضر قوي الكيو بتاعت الاوفر. لو انت قعدت تحسب الاوفر اول كيو بتاع حاجه زي كده هتلاقي حاجه زي كده بتكونتريبيوت بشكل كبير في الهاي فريكوانسي. حاجه بالشكل ده. حلو؟ فانا ببقى دايما السبستريت عندي ليها مشكلتين، البارازيتكس بتاعتها بتضايقاني ككباسنس او ريزيستنس وليدي كارنت. فبنيجي كتير نبقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشيل الاندكتور من الايه؟ من السبستريت. يعني ايه؟ يعني عايزين نحط شيلدنج تحتيه كده. حلو؟ تحت الاندكتور احنا رسمناه بحيث ان هو ما يشوفش السبستريت. طب الشيلد ده بنعمله ازاي بقى؟ بميتال. طيب انا رحت ايه راسم اندكتور عندي بالشكل ده على ام 5، وهو تخيلوا كده ام 5 في تحت في تحتيه ام 4 3 2 1 وبعد كده سبستريت. حلو؟ وانا مش عايز اشوف السبستريت، رحت حاطط ايه؟ رحت حاطط حته ميتال كبيره كده ام 1. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه؟ اعمل ايه؟ ما هو ام 5 ده على حاجه ما هو ام 6. ام 1 ده ام 1 انا بعته لك كده على طول، يعني حتى ما حطيتوش على 3، حطيته على 1 اقل حاجه تحت. ايه رايكم في الشيلد ده؟ جميل؟ نقطعه. انت عايز توصله ازاي يعني؟ نقطع عادي، نقطع هنا وننزل تحت. هيبقى في كباسنس ماشي، بس مش دي المشكله. هيبقى ايدي في ايدي كارنت. هو اصلا مشكلتنا في الايدي كارنت، والايدي كارنت كانت مشكلته بيعمل ايه؟ مش لوس. انت تسال ايه من شويه؟ بيقلل الاندكتنس. بيقلل الاندكتنس صح؟ مشكله حاجه زي ميتال زي ده هيعمل ايه؟ هيجنريت فيه كارنت يقعد يلف عكس، يطلع لي ميتنتيك فيلد عكس ايه؟ عكس اللي فوق ده، فيخلي لي الاندكتنس اللي انا شايفها من ده ولا حاجه، مش شايف اي اندكتنس. فعليا انت لو خدت عملت اندكتور، انت ممكن المفروض يبقى في اساينمنت تجربوا حاجه على اي ام اكس اللي هو ايه؟ الاي ام سيميليتور اللي موجود على كيدنس حاليا. ترسم اندكتور كده على اعلى ميتال عندك، ارسمه وبس وسيميليت، هياخد منك دقيقه في السيميليشن مش هياخد حاجه. حلو؟ وشوف الاندكتنس بتاعته، هو بيرسمها لك حتى لوحده. هيطلع لك رقم. بعد كده ارسم بقى كده حته ميتال كبيره تحتيه وسران تاني، هيطلع لك الاندكتنس دي ممكن تقل التولت مثلا، توصل للتولت او الربع، تروح خالص كلها. طيب انا مشكلتي ايه لو طب انا كده عملت شيلدنج للسبستريت، انا مبسوط وانا ممكن اقعد اكبر في ده، بس مشكلتي في ايه بقى؟ ان انا دلوقتي انا محتاج كيو، محتاج اعلي ده بالنسبه لده، هل الريل بارت قل؟ ما قلش حاجه صح؟ ما هو نفس الواير، نفس الريزيستنس، بس اللي ماجر بارت ايه؟ ضاع خالص، الكيو راحت. فاكيد انا حاجه زي كده ما اقدرش اعملها. فعشان كده بس احنا عايزين نحط شيلد، فبنيجي نعمل ايه؟ نحط شيلد بشكل اني ما مشيش ايدي كارنت فيه. طب الايدي كارنت بيمشي ليه بقى؟ بعض اقسمه شرايح. ليه بقى اقسمه شرايح؟
عشان ما يمشيش بالظبط. انا ايه هي يعني بنعملها ازاي؟ انا لو انا عندي شايفين الشكل ده، تخيلوا كده انا عندي كارت هو اللي هو اللي هو شايفين الابيض ده، شايفين السهم الابيض ده، شايفينه؟ هو ده الترنس بتاعت الاندكتور بتاعي، دي الترنس بتاعت الاندكتور، فهي بتلف بالشكل ده، فانا بحط تحتيها شرايح ميتال 1 بس بربنديكولار عليها، فلما تكون بربنديكولار الميتال اللي فوق ده مش هيعرف يقابل او مش هيعرف المجنيت فيلد بتاعه مش هيعرف يعمل كارنت جوه في اللي تحتيها، فاهمين الفكره؟ مفيش بس الكارنت تمشي فيه، هو اصلا المجنيتيك فيلد ده من حاجه انتوا ما اعرفش انتوا هتحبوها لا، في ماكسويلز ايكويشنز الاتش ايه علاقته بالاي كدايركشن؟ بيلف حواليه صح؟ بيلف حواليه. طيب انا لما انا الطبيعي ان ده لو كان مصمت اللي تحتيه ده كان هيعرف يمشي كارنت فيه، يعني الاتش اللي طالع من ده اللي طالع من الابيض ده عرف يمشي كارنت في الايه؟ في اللي تحتيه، بس انا لما عملت شرايح بالشكل ده شرايح طوليه قطعت الباسس بتاعت الكارنت ده فما اتعملش، فما قللتش الايه؟ ما قللتش الاندكتنس بتاعتي، بس عرفت سام هاو ايزوليته من سبستريت. طب الايزوليشن المين اللي انا ممكن اكون كسبته ايه هو؟ شايفين ده؟ ده ابتدى ايه؟ مش موجود بقى عندي كابسنس تو ذا ميتال 1، ده بقاش موجود. اوكي معايا؟ في سؤال في الكلام ده؟ طيب بصوا لما تيجوا يعني ايه تفتحوا اي دايما اي حد يجي يشتغل في اي بروجكت او حتى في مشروع التخرج من الدوكيومنتس المهمه، انا عارف ده ممكن ما يبقاش عندكم وقت ليه عشان انتوا بتذاكروا حاجات ثانيه، بس ان انت تفتح الدوكيومنت البيدي كي دي الدوكيومنت اللي بتشرح البيدي كي اللي انت شغال عليها دي مهمه قوي. ليه؟ بتشرح الميتاليزيشن، شايفين الستاك اللي انا كنت حاطه من شويه ده اللي هو ام 6 ام بتشرحه عامل ازاي؟ بتشرح السيفتي بتاعت الميتالز، بتشرح كل حاجه عنها. بتيجي تقول لك احنا عملنا اندكتورز على الكيت دي وده شكلها ودي الريزلتس بتاعتها. دي ميجرد ريزلتس ككيو. فتقدر تعرف كده هو اصلا كده قبل ما تعمل حتى السيميليشن انت التكنولوجي دي بتجيب ايه؟ ارقام عامله ازاي؟ تقدر لو انت راجل بتاع سيستم ليفل شويه بتاخد ديسيجن هتستخدمها ولا لا؟ تقدر تعرف بس من الايه؟ من الميجرمنت ريزلتس الموجوده في البي دي كي. اوكي؟ فحاجات زي كده بتبقى مهمه، يعني حاجات مهمه ان انت تفتح تبص عليها. طيب احنا في الحقيقه لما بنيجي نرسم بنرسمه ممكن نرسمه حاجه سباير اندكتور بالشكل ده او نرسمه حاجه ايه؟ بالشكل ده. طبعا اللي تحت ده ينفع نرسمه؟ ليه بقى؟ معظم الايه؟ معظم الفابس مش بتفتح مش بتسمح ان مش نرسم حاجه اكتر من 45 درجه، فدايما هنلاقي اخرنا ايه؟ حاجه زي ده او حاجه زي ده. ولو بالتجربه لو انت عملت حاجه سكوير ولو حاجه اقرب لشكل الدايره دايما هتلاقيها ايه؟ احسن، بتديك اندكتنس احسن في لينس اقل او ايه؟ بكيو احسن يعني. ماشي؟ دايما لو انت عايز تحصل على احسن كيو عند فريكونسي عالي في الاغلب بتعمل مثلا 1 ترن مثلا او ما بتعملش نص خالص لو طبعا فريكونسي عالي جدا. حلو؟ اوكي في اي سؤال؟ ما صح يعني ممكن الكباسس دي تعلى شويه قصدك كده صح؟ لا شيل نفسه عامل كباسس ماشي بس شيل نفسه جراوند يعني شيل نفسه ملوش الكباسس بتاعته مش مهمه بتاعته هو الجراوند بس هو مسته ان انا اكني عملت ديفينيشن للجراوند بتاع الاندكتور فين؟ ما خليتوش الفيلد بتاعه يفضل يمشي جوه الايه؟ السبستريت. في اي سؤال في الكلام ده؟ Thank you.
طيب بناء على الكلام ده احنا ممكن نبقى عندنا some sort of guidelines يعني ان احنا نمشي عليها عشان ايه؟ عشان في الاخر الديزاين الدكتور بتاعنا ودي يعني زي ما تقول كده summary اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي؟ في الاغلب هيبقى في assignment تعمل حاجه زي ايه؟ اندكتور زي ده بسبيكس معينه وممكن تحاول ممكن نعمل بيها مثلا ال سي فلتر ولا حاجه يعني حاجه بسيطه جدا كده. فحاول نحاول نعملها اي ام ونعمل ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي في الاخر ماشي ونجرب حاجات مختلفه. في سؤال في الكلام ده؟ طيب جميل. طيب احنا هندخل على الماتشنج نتوركس بس مش هنتكلم فيها كتير قوي على حسب بس الوقت اللي معانا نكملها المره الجايه. اوكي طيب مش هنسين. لو انا عندي اي تو بلوكس بيكلموا بعض انا اهم حاجه عندي فيها ايه بقى لما عندي تو بلوكس بيكلموا بعض ان انا اعمل حاجه اسمها ماكسيمم باور ترانسفير. يعني ايه ماكسيمم باور ترانسفير؟ انا عندي ده بلوك 1 مثلا هنقول امبليفاير 1 وده امبليفاير 2 انا اهم حاجه عندي ان يحصل ايه؟ الباور اللي هتديليفرد من ده لده تكون ماكسيمم باور ترانسفير صح كده؟ طيب ايه الكونديشن اللي انتم المفروض عارفينه ليه علاقه بالماكسيمم باور ترانسفير؟ ان الزي لود بيساوي زي ايه؟ صح كده؟ يعني نقول زد لود بيساوي زي اس كده ولا ايه؟ كونجكت. هو احنا كنا عارفينها كده في الريل بس هي لما تبقى لما كومبلكس لازم تبقى كونجكت. طب كونجكت معناها ايه؟ معناها ان ده لو انا عندي ار ال بلس جي اكس ال لازم هيساوي ايه؟ ار اس مثلا نقول برضو ماينس بلس جي اكس اس خلينا كده. فدي ده يقول ان الار ال بيساوي ار اس صح؟ وان سوري ده كونجكت طبعا. اوكي؟ والاكس ال بيساوي ايه؟ ماينس اكس اس. يعني ليه البارت يساوي بعض والايماجري بارت يكون عكس بعض؟ يعني ايه ايماجري بارت عكس بعض؟ بالظبط. يعني لو ده كان اندكتيف ده لازم يبقى ايه؟ كاباستيف. ولو ده كان كاباستيف ده يبقى لازم ايه؟ اندكتيف. وده منطقي ليه؟ عشان نعرف ايه؟ نيروزينيت. يعني لو انت لو فكرت فيها بشكل اخر انت عندك حاجه كاباستيف وعايز تدي باور اعلى حاجه فلازم تحط لها اندكتور ايه؟ يريزونيت معاه والعكس صحيح. في مشكله في الكلام ده؟ طيب
طيب لو الحته اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شويه، لو عندي ار وال بالشكل ده بنقدر نعرف له حاجه اسمها كواليتي فاكتور اللي هي عباره عن ايه؟ اوميجا ال على ار، صح؟ طب انا لو عندي ال وار ان بارلل بالشكل ده، يعني ده لو هنسميها سيريس وال سيريس، دي ال بي وار بي، هتبقى كيو عباره عن ايه؟ ار بي على اوميجا ال بي، صح كده؟ معايا؟ طيب لو عندي كاب برضو نفس الكلام، الكيو هنا كام؟ ايه؟ واحد على اوميجا سي اس ار ايه؟ ار اس، صح كده؟ طب لو ده نفس الكلام برضو، يبقى ار بي او اوميجا، يعني خلينا نكتبها كلها بشكل احسن. صح كده ولا ايه؟ في سؤال في الكلام ده؟ ايه؟ مش الريشيو، ما لسه الكيو هي الايماجري بارت على الريل بارت. اوكي طيب قبل بس ما نلعب على حاجه ثانيه، حد يجي يقول لي يقدر يقول لي الار ال سي ده الكيو بتاعته بكام؟ ايه؟ جذر ال سي على ار، انت جبت منين الكلام ده؟ ماشي اوكي، وانا عارف انت بتعمل في سي او طيب؟ او هتعمل في سي او؟ ايه؟ ماشي، هو بنقولها كده ساعات، بس دي انا سيتنج كونديشن، صح كلامك صح، بس انا بقول اقول انا عندي تانك حلو؟ شغاله عند اوميجا ايكوال 1 اوفر ال سي، حلو، يعني هي شغاله عند الريزونس فريكونسي بتاعها. الكيو بتاعها بكام؟ ايه؟ ماشي عشان بس ما ايه ما نصعبهاش، خليها كده صح كده، سي بي سي ده ودي ار شغال عند اوميجا يساوي 1 اوفر ال سي، الكيوب كام؟ اوميجا ال على ار، ار على اوميجا ال، طب والسي راحت فين؟ طب ما انا بقول لك انا شغال عند اوميجا اف ايكوال ال روت ال اف سي، طب تعالى نحسبها، مش هي كيو اللي هي اللي ماشيه على الريل؟ صح؟ معايا ولا ايه؟ طيب فبالتالي انا لو انا هنا الايماجري بارت بتاعي عباره عن ايه؟ 1 اوفر او اوميجا ال، صح؟ جي اوميجا ال ماينس جي على اوميجا سي، لا بارل يعني سوري بقى. يعني الايماجري بتاع الزي ده، الزد ده الايماجري بتاعه بيساوي ايه؟ ايه؟ 1 اوفر جي اوميجا سي بلس 1 على جي اوميجا ال، صح كده؟ ولا غلط؟ شو منبرل؟ صح. طب لما تعوض ان اوميجا تعوضها انا بالشكل ده هتطلع لك ايه في الاخر؟ هيطلع لك في الاخر. طب تعالى نكملها. طيب هناخد لو خدنا جي اوميجا ال فوق على ايه؟ على 1 زائد، تطلع بزيرو صح؟ خلاص اقتنعته يعني.
طب يبقى الكيوب كام؟ ايه؟ كيوب زيرو صح؟ طب كام ده صح؟ ما هو تانك دي ليها سلكتيفيتي. يبقى الكيوب زيرو معناها ان هي مالهاش اي ايه؟ سلكتيفيتي. صح كده ولا غلط؟ لا مش انا كده قلت ان هقول ان كيو هساوي صفر على على ار او على يعني صفر وخلاص؟ عند سيلف ريزونانس عند ريزونانس عند ريزونانس قصدي عند ريزونانس بتاع التانك ده. بص انا ليه بدي بس المثال ده؟ عشان اقول لكم ان الكيو بتتحسبش للتانك، الكيو ريزونانس سيركت بتتحسبش للريزونانس سيركت بتتحسب لإليمنت. الكيو بتتعرف لإل او سي وخلاص حلو. بس انا لو عندي سام سورت اوف تانك او ريزونانس سيركت او ريزونانس اليمنت ما بعرفلوش كيو عشان هو عند ريزونانس فريكوانسي كيوب كام؟ بزيرو. يعني انا لو عندي اندكتور، تخيل كده انا عندي اندكتور بيسيلف ريزونيت عند 10 جيجا وعايز ابني اوسيليتور اشغله عند كام فريكوانسي؟ وقلت لك ان ما عندكش اي بارازيت، بس هو طبعا انتوا مش عارفين، انتوا عارفين الاوسيليتور بيشتغل ازاي؟ مش مشكله. يعني لو انا عندي اوسيليتور في الاخر هو هيشتغل عند روت 1 اوفر روت ال سي او هيشتغل عند ريزونانس. لو انا عندي اندكتور بسيلف ريزونيت عند 10 جيجا اشغله فين؟ احسن حاجه لو انا عايزه بس عايز منه ان هو يريزونيت شغال عند 10 جيجا، هو بيريزونيت مع نفسه خلاص مش محتاج احط له كاباسيتنس. انت لما قلت ان الكيوب بتساوي ايه؟ 1 اوفر او قلت ال على ايه؟ روت ال على ار سي صح؟ صح؟ طب انت يبقى الكيوب بتعلى امتى؟ لما سي تبقى ايه؟ ايه؟ لما سي تقل. يبقى كل ما سي تقل الكيوب تعلى. كل ما سي تقل الكيوب تعلى. اللي انت بتقول عليه ده صح؟ لو انا بصيت على تانك زي دي حلو؟ وجبت الكيو بتاعت ال بس بتاعتها حلو؟ وقلت ان انا عندي ريزونانس فريكونسي هشتغل عنده، فباجي اقول حاليا انا اكبر ال دي ولا اكبر السي عشان اشتغل بكيو عاليه بالنسبه للتانك دي؟ هقول لا انا اقلل السي على الاخر واكبر ال على قوي. فاهمين؟ النقطة المهمة لو احنا مش فاهمين الحتة دي، النقطة المهمة ان محدش يجي يقول لي الكيو بتاعت التانك بكذا. الكيو بتاعت ايه؟ اليمنت. حلو؟ عشان كده لما نيجي نتكلم على ماتشنج نتورك كمان شوية، محدش يجي يقول لي الماتشنج نتورك دي الكيو بتاعتها بكذا، مفيش حاجة اسمها كده. لازم تبقى نون ريزونانت اليمنت، يعني مش بيريزونيت. مش بيريزونيت، اوكي؟ ما هو لازم اقيسها بقى بالاليمنت، يعني انا بعرف لها الاليمنت، يعني بعرف ده بس. والاقي ان هي ريليتد لما بقت تانك كده، فالكيو وقتها اعرفها على طول ان هي اف نود على 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 باندوت. ما اقدرش اعرف لها ان هي ايماجري على ريل، هي مش اليمنت، فاهم قصدي؟ مش اليمنت واحد اقدر اعرف له هو ماجنتيك فيلد قد ايه على على ريزيستيف او رياكتيف رياكتنس قد ايه على ايه؟ على ريزيستنس قد ايه؟ علي الكوالتي فاكتور. ما هو بص ده لو حد هيعمل بي سي اوز يعني حلو. انت عشان تعلي الكوالتي فاكتور، لو انا هشتغل، لو افترض ان دي ده تانك عندي، هضطر اشتغل كده عند اف نود حلو. عايز اعلي كيو دي على الاخر، عايز اعلي كيو دي على الاخر، اعمل ايه؟ ايه وهقلله بايه؟ ما هو ده خلي بالك ده نتيجه، ده مش حاجه في ايديا. اللي في ايديا الار والال والال والار والسي. اقلل ال ده يعلي كيو؟ لا مش هيعلي كيو. ايه؟ بص انت في الاخر الكيو بتاعتك بتساوي ايه هنا؟ اوميجا ال على ار صح؟ ماشي اوكي، عشان دي ار بارل اوكي. خليها نرسمها ار سيريس معلش عشان ده الشكل الحقيقي. ما هو في الثانيه برضه هزود ال اصلا، انا مش عارف ليه انت قلت الثانيه هنقلل ال. بس لو كده هنعوض على مكان اوميجا دي ايه؟ 1 اوفر ايه؟
روت ال سي وتطلع لي شكلها عامله ازاي؟ ايه؟ بالظبط هيطلع لي حاجه كده صح؟ ال على سي في واحده لار صح كده؟ فانا عشان لو انا حبيت استخدم حاجه زي كده اعمل اجيب بيها اعلى كيو عند سيرتن فريكونسي فهوريزونت عند الفريكونسي ده بالسي يبقى لازم كنت ابتدي بال ايه؟ كبير على قد ما اقدر وسي صغير على قد ما اقدر والار تكون صغيره على قد ما اقدر. هو ده سواء في الشكل ده او في الشكل الاولاني؟ ايه؟ سواء في الشكل ده او الشكل ده الشكل الاولاني هيبقى عامل عباره عن ايه؟ تعالى نبص عليه لو عندك حاجه زي كده. فانت عندك الكيو هي عباره عن ايه؟ ار بي على اوميجا ال صح؟ اه اوميجا صح على روت ال سي يبقى روت ال تحت روت سي على ال يبقى روت سي على ال ماشي اوكي فهمت اوكي بس ده مش حقيقي يعني انا فهمت قصدك ايه هي الفكره كلها ان الار بي دي مفيش ار بي كده في الدنيا مفيش ار بي انا بحطها بايديا لو في ار بي احطها بايديا ماشي بس هو حقيقه الار بي دي اصلا لازم نشوف دلوقتي بتبقى اصلا جاي نتيجه الار اس دي انا فهمت قصدك ايه يعني بس ده يعني ما تفكرش فيها كده رغم ان الكالكوليشن صح بس ما فيش حاجه فيزيكال ينفع احط ار بي كده وال هنا من غير اي سيريس ريزيستنس مفيش حاجه ما عمرها ما تنفع في سؤال في الكلام ده؟ طيب لو جينا بصينا على التو اليمنتس دول على الاثنين دول هنلاقي ده عباره عن ايه؟ ده ال سيريس مع ريزيستنس وال البار مع ريزيستنس صح؟ الاثنين دول الكونفجريشنز دول الاثنين ليهم ريل بارت بوزيتيف وايماجري بارت ببوزيتيف برضه حلو؟ اقدر ان انا اجيب الريل بارت بتاع ده والريل بارت بتاع ده واسويهم ببعض والايماج هنا اسويهم ببعض هنا واجي اقول ان انا اقدر اعمل حاجه زي ترانسفورميشن كماثيماتيكال ترانسفورميشن ما بين الشكل ده للشكل ايه؟ للشكل ده ونفس الكلام اقدر اعمله ايه؟ هنا اقدر اعمل ماثيماتيكال ترانسفورميشن من ده لده يعني معنى صح اقدر ان انا اجي اقول انا لو عندي ار وال اقدر اعملها ريبريزنتيشن ار وال سيريس كار وال ايه؟ بارلل بس لما نيجي نعمل الايكويشن دي هنلاقيها بتحصل عند 1 فريكونسي يعني لازم الكلام ده بيحصل عند 1 فريكونسي حلو؟ طب انا لو عندي حاجه بالشكل ده هنلاقي ان الار بي دي بتساوي تقريبا عشان مش فاكر الارقام الحاجات الاساسيه بتاعتها كيو سكوير في ار اس وال ال بي بتساوي تقريبا برضو ال اس تقريبا الكيو ما هي الكيو خلاص انا عرفتها اهي ما هو انا بادئ بده عملت ترانسفورميشن لده فهي نفس الكيو في سؤال معايا فانا لو عندي شكل زي اقدر اعمل ريبريزنتيشن بشكل زي ده وهنا نفس الكلام بالظبط نفس الكلام بالظبط اوكي يعني هنا هتبقى نفس الكلام برضو ار بي بيساوي كيو سكوير في ار اس والسي بي تقريبا برضو كيو سكوير كل الكلام ده فاليد لما لو كيو اكبر مثلا بثلاثة مثلا الكيو اكبر بثلاثة في سؤال؟ خلي بالكم الحته دي مهمه عشان بس ايه اول حاجه هنعملها في الماتش نتورك هنستخدمها فيها. ماشي. احنا لما بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ايه؟ بالظبط. بالظبط هي رياكتيف اليمنت يعني رياكتيف اليمنت واحد. معايا؟ الايه؟ اه سوري انا كتبتها غلط سي اس اوكي طيب الاول لو رجعنا تاني بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو ماتشنج نتورك حلو احنا عايزين في الماتشنج نتورك او عايزين نعمل ايه اصلا
عشان نعمل ماكسيم باور ايه ديليفري او ترانسفير، ان احنا نخلي دايما الزد او الامبيدنس اللي هيشوفها الامبليفاير بتاعي تبقى ايه كونجكت ماكس منه. حلو كده. طيب لو افترضنا ان واحد عامل الامبليفاير ده وواحد عامل الامبليفاير ده وواحد هنا بادي بريزيستنس ملهاش علاقه بالريزيستنس دي او بامبيدنس ملهاش علاقه بالامبيدنس دي، بيعمل نعمل ايه بقى؟ بنيجي نحط في النص حاجه اسمها ماتشنج نتورك، الاختصار ام ان. الماتشنج نتورك دي هدفها ايه؟ ان هي تيجي تحول الايه الامبيدنس دي تخليها تتشاف من الناحيه دي عباره عن ايه، عن الكونجكت بتاع زي اس، بس في نفس الوقت هي نفس الماتشنج نتورك دي لما تيجي تبص عليها من الناحيه دي هتشوف الكونجكت، هتشوف الزي اس كزي ال بس كونجكت ايه ماتشنج من كونجكت ماتش منها. فاهمين قصدي؟ يبقى هي اكنها بتعمل ترانسفورميشن ما بين ايه، ما بين تو امبيدنسز بحيث انهم يبقوا زي بعض، بس زي بعض كايه ككونجكت ماتش منهم، مش 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 زي بعض وخلاص. اوكي طيب لو افترضنا كده الاول الكلام ده، للاسف هنلاقي ان الماتشنج نتورك دي بالكلام ده بيحصل عن سيرتن فريكوانسي واحد بس. بعرف اعمل الكلام ده عن سيرتن فريكوانسي واحد بس. هناخد عليه مثال نفهم بس ازاي بيتعمل وبعد كده نبتدي نجنرالايز الكلام ده. لو افترضنا ان انا عندي ار هنا ب 25 اوم وعندي ار ب 50 اوم وشغال عند فريكوانسي مثلا ب اف نود وعايز اعمل لهم ماتشنج نتورك، يعني ايه في الاخر ده في الاخر ده الامبليفاير الاولاني وده الامبليفاير الثاني وعايز اماتش ما بينهم، نعملها ازاي؟ بمعلومه بسيطه قوي، بمعلومه الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه ده بتاع ال ال والسي. نحط سيريس ال وبعد كده ماشي صح. طب الكلام ده معناه ايه؟ الاول لو افترضنا، خلينا نبتدي بحاجه اسهل من كده، نبتدي بحاجه اسهل من كده. لو افترضنا ان عندي هنا 50 اوم بلس جي 50 وعايز الماتش ده مع ده، اعمل ايه؟ احط له ناقص ايه؟ جي ناقص جي 50 فيطير لي ايه؟ يعني احط له هنا سام سورت اوف ايلمنت بناقص جي 50 واوصله كده. كده يبقى انا عملت له ايه؟ كده عملت له ماتشنج، صح كده ولا غلط؟ صح؟ جميل. طيب نفترض معايا ان انا كان عندي هنا اي حاجه ثانيه هحط في الاخر، يعني كايماجري بارت سهل جدا التعامل معاه. بحط ال او سي بالنيجاتيف الفاليو عكس الفاليو اللي انا عايزها واطيرها. معايا؟ المشكله دايما بتبقى في ايه؟ ان انا بادي بريل بارت مالوش علاقه بريل بارت اللي هناك. لو بادي هنا انسى خالص بقى الايه الايماجري بارت اللي احنا حطيناه ده وبادي ب 25 زي ما اتفقنا. حلو؟ عايز احوله لده. يبقى انا عايز احول الريل بارت من 25 للريل بارت ايه؟ 50. طب الحاجه اللي احنا خدنا بالنا ان هي بتحول للريل بارت هي الايه؟ هي فكره ان انا لو انا عندي ار بارل مع ال، قصدي ار سيريس مع ال، اقدر ريبريزنتها كار بارل مع ال، صح؟ والار بارل دي دايما ايه؟ اكبر من الار سيريس بكيو سكوير، صح؟ بس ده كله بيحصل عند ايه؟ عند اوميجا معينه. عند اوميجا معينه. عند اوميجا معينه. حلو؟ طيب فبالتالي انا ممكن اجي اعمل ايه؟ ممكن بكل سهوله اقول خلاص انا هعمل هحط هنا ال. حلو؟ لما حطيت ال انا كده عملت ايه؟ ان انا اقدر اريبريزنت الشكل ده عباره عن كايه؟ هو عندي ال وار. مش هقدر اقول ان الشكل ده اكنه عباره عن ال وار كده؟ صح؟ وبعد كده اروح حاطط له سي هنا. اللي هو في الاخر اكن حاطط سي هنا، صح؟ اكن حاطط سي هنا. والسي دي مع ال ده راحوا مع بعض عند الفريكونسي اللي انا شغال عنده. فبقى قال الار دي الار بي دي وكانت هنا بادي بار اس
صح؟ فانا حولت الار اس لار بي. كل اللي انا عايز اعمله ايه؟ الار اس دي كانت 25 اوم، عايز احولها لايه؟ 50 اوم. طب ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ الكيو سكوير، صح؟ فالكيو سكوير هتساوي ايه؟ 2، صح؟ فالكيو هتساوي روت 2، صح؟ الكلام ده غلط لسبب واحد. انا قلت لك الكويشن اللي انا كاتبها دي باليد امتى؟ الكيو اكبر من 3. الكيو لما تبقى عايز حاجه اصغر كده لازم تستخدم الاكزاكت كويشن هنا، بس انا مش كاتبها الحقيقه. اوكي، بس انا افترض ان دي الكويشنز الاكزاكت اللي هنستخدمها. حلو؟ فهاجي اعمل كده والكيو دي اللي هي الكيوب روت 2 دي هتجيبها ازاي؟ يعني انا عندي كيو ايكوال روت 2، ده اللي يساوي ايه؟ اوميجا ال على الار سيريس. مين الار سيريس دي؟ ال 25 اوم اللي ابتديت بيها. فبالتالي والاوميجا دي انا عارفها عشان اف نود، يبقى انا عرفت ال ولا لا؟ صح؟ طيب وانا اصلا عايز بعد كده لما اجي ابص عليها هنا بالشكل ده، ما هي نفس ال عايز اشيلها بسي، فاقدر اعرف سي ده ولا لا؟ فاقدر اعرف سي ده، فانا قدرت اعرف ال والسي وعملت ترانسفورميشن لده بحيث ان انا اشوفه من الناحيه دي عباره عن ايه؟ 50 اوم. بس الكلام ده شغال عند ايه؟ عن سنجل فريكونسي بس. حلو؟ ممكن احط ريزيستنس، ده فكره جميله. طيب مشكله ان انا احط 25 اوم كريزيستنس كده ايه هي؟ ان انا هضطر اثبت فيها ايه؟ باور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت في الاخر انت عايز تطلع من هنا باور معينه، بي اوت معينه. هل بي اوت دي كلها ديليفرد ال 25 اوم دي؟ لا، نصها بس اللي راحت لها، النص الثاني راح في الايه؟ في ال 25. بس ميزه حاجه زي كده ان ده، هل ده بيديسبيت اي باور؟ لا، بترانسفير الباور دي كلها لل 25. ازاي؟ لما لو البي اوت البي طالعه من هنا نفس البي هنا والريزستنس مختلفه، فده معناه ان الفولت اللي هنا غير اللي هنا، صح؟ والكرنت اللي هنا غير اللي هنا، عملت ترانسفورميشن بس كبت نفس الباور. هنا مشكلته ان انت ايه؟ الكرنت ككرنت وايز هيبقى واحد، يعني اللي طالع من هنا هو نفس الكرنت بس الفولت اقل. يعني ككرنت طالع من هنا هو هو اللي ماشي هنا، حلو، بس الفولت اللي هنا اعلى من هنا ضعف، فباور انت عملت ديليفرنج الباور اقل. الباور دي راحت فين؟ ديسيبيتد في الريزيستنس دي. فاحنا دائما بنبعد عن الايه؟ عن الريزستيف ماتشنج واي. يعني انت في الاخر انا لو بادي بريزستنس مختلفه عن الثانيه مش عايز احولها بطريقه باستخدام ريزستور. معايا؟ ايه مشكله التكنيك ده؟ ايه؟ ليه؟ ايه؟ هو اي دي شغال عند فريكونس واحد بس الكيو هنا بكام؟ بروت 2، صح؟ يبقى نارو باند ولا وايد باند؟ ما انا خلاص حطيت الكيو بتاعت الدكتور باتنين بروت 2، هي مفروض عليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا انا بادي المساله باديه بايه؟ ان انا عندي ريزيستنس هنا وريزيستنس هنا، صح؟ وعايزها ان هي تماتش عند سيرتن فريكونسي. فانا بالمعلومتين دول بس، معلومه الريزيستنس والريزيستنس والفريكونسي، الكيو اتفرضت عليا. ما اقدرش ان انا ايه؟ الكيو انا بحسبها. طب الكيو دي مهمه في ايه؟ في الباندوس بتاع الماتشنج نتورك. الفلترز، احنا لما كنا بنتكلم على الفلترز، الفلترز اهم حاجه فيها ايه؟ دي تبقى نارو باند عشان تعمل ريجكشن، صح؟ طب انا لو انا عندي امبليفاير بيدليفر باور لامبليفاير تاني، هل انا عايز الدليفر ده بيحصل عند باندوس واحد ولا بوايد باند؟ على حسب الابلكيشن. في الاغلب لو الابلكيشن ده وايد باند، مشكله حاجه زي كده ان هي ما بتشتغلش عند فريكونسي كتير، بالذات لو ال 25 دي كانت 5 وده كان 50، فوقتها لو ده 5 يبقى كده انا عايز اعمل ترانسفورميشن ايه؟ من 5 ل 50. من 5 ل 50 ده رقم ايه؟ ضخم، صح كده؟ فهنلاقي ان هو بيحصل فيه ايه؟ ان هو
هنلاقي ان كيو هتبقى هنا بثلاثة. ما التلاتة ده طبعا ايه رقم لسه صغير بس ايه ممكن يبقى اعلى من كده. اوكي او رقم تلاتة بالصغير قوي يعني. بس هو صغير نسبيا يعني. لو واحد عايز يعمل امبليفاير شغال او يعمل فاير بيسلم امبليفاير شغال من 1 جيجا ل 6 جيجا هيلاقي ان هو يعمل حاجه زي كده صعبه جدا عليه. بس هي يعرف يعملها بس صعبه جدا. ليه؟ عشان هو في الاغلب يبتدي بامبيدنس مالهاش علاقه بالامبيدنس دي والكيو اتفرضت عليه صح؟ الكيو اتفرضت عليه. طيب هل تتخيلوا هل احنا ممكن نعمل حاجه نخليها اسهل شويه بحيث الكيو ما تتفرضش علينا؟ نزود اليمنت كمان يعمل ايه؟ يدينا 1 ديجري اوف فريدم نختار بقى بي كيو صح كده؟ نزود يعني نعمل ايه؟ احنا هنا الخمسه لما راحت لل 50 دي ادتني كيو عاليه لما عملتها ب 1 ال سي سيكشن 1 ال سي سيكشن بالشكل ده صح؟ طب انا بدل ما اروح من 5 ل 50 مره واحده اروح من ايه؟ من 5 ل 20 او يعني ل 15 وبعد كده من 15 لايه؟ ل 50 اروح على ايه؟ على مرتين. اعمل حاجه يعني انا مثلا عندي هنا 5 اروح ب ال وسي اخليني شايف ايه 15 وبعد كده احط ال وسي تانيين اشوف ايه اشوف 50 من هنا. يبقى انا رحت على مرتين الكيو هنا بقت ايه بقتش عاليه بقت اصغر بس بقى فيه ايه تو سيكشنز ممكن ادمجهم كده دول يدمجوا يعملوا حاجه اسمها باي نتورك او تي نتورك اللي هم حاجه زي كده يبقى ال وسي زي كده او حاجه بالشكل ده. ممكن نتكلم فيها المره الجايه الحته دي اللي هي الدمج ده بيتعمل ازاي. بس هو في الاخر ايه؟ ما هو ده كده مع الار اللي هنا اللي هي كانت بادي بخمسه ده الكيو بتاعته بكذا وبعد كده ده بالنسبه لده بقى شايف ايه؟ شايف 15 فالحيت سيكشن ده الكيو بتاعته حاجه ثانيه. مش مسويين عادي بس ارقام مش عاليه زي الايه قبل كده. فدي تخلي الايه؟ الماتشنج بتاعي مور وايد باند. فعشان كده بنيجي نقول ايه؟ لو احنا عايزين نعمل ماتشنج نتورك الاول البيزكس بتاعت ماتشنج نتورك هي دي. ايه ده في الاخر ايه؟ بحط ال وسي. المثال اللي انا اديته ده لو انا بعمل ايه؟ بعمل اب كونفرجن يعني انا عندي ريزيستنس صغيره بطلعها لايه؟ ريزيستنس كبيره. بس لو عايز اعمل داون كونفرجن اعمل ايه؟ استخدم الايه؟ السي بقى الاول بعد كده الايه؟ او استخدم الشنت بعد كده الايه؟ هي مش فارقه بقى سي ولا يعني الفكره في الشنت يعني فكره ان انا استخدمت هنا سيريس بعد كده ايه؟ شنت. لو استخدمت شنت بعد كده سيريس انا كده بقلل قيمه الريزيستنس مش بزودها. بقلل قيمه الريزيستنس. حلو؟ طيب مشكله حاجه زي كده لو انا عندي سيكشن واحد بس ان الكيو مفروض عليا من الامس نفسها. لو انا عايز اقلل الكيو ليه؟ عشان اوايد الباندوتس يبقى لازم احط كذا سيكشن. بس انا بدل ممكن احط كذا سيكشن يبقى اليمنتس كتير ممكن ادمجهم يبقى في حاجه زي ال وسي كده او ال يا سي ال سي او ال سي ال او شكل زي ده او ممكن تبقى سي ال سي يعني مش فارقه هي بس ايه؟ فاهمين قصدي؟ ده منطقي ده لو هنا صغيره وهنا يعني ده هنا ان الار دي ار سورس وهنا يعني خليه ار لود وار سورس. الار لود اصغر من الار سورس وده في حاله ان الار يعني هنا ار برضو لود هنا ار سورس. الار لود اكبر من الار سورس. احنا متفقين؟ لو سيريس هو البدايه يبقى انا بعلي الريزيستنس. لو الشنط هو البدايه هقلل الريزيستنس. اوكي؟ فبالتالي لما اجي عايز اعمل ماتشنج نتورك احسن يعني وايد مور وايد باند بعمل كده. طيب افترض معايا ان الكلام ده كله مش نافعني وعايز حاجه مور وايد باند عن كده اعمل ايه؟ ممكن ترانسميشن لاين بس حاجه ثانيه. ترانسفورمر. ايه ترانسفورمر ده؟ بالظبط. انا عندي الشكل اللي كان هنا ده
عندي هنا ار مثلا نقول بخمسة وعندي ار بخمسين. باجي بدل ما اقعد احط ال وسي والشكل ده وهبقى نارو باند في الاخر، باجي اروح اعمل ترانسفورمر بالشكل ده بفرق ان ترمز عن بعض. من اللي احنا درسناه الترانسفورمر ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريزيستنس ترانسفورميشن بكام؟ ب ان سكوير، صح كده؟ يعني لو واحد و ان يبقى انا كده هشوف هنا ايه كام؟ ان سكوير في 5، صح كده؟ يبقى انا محتاج اخلي فرق الترمز قد ايه هنا؟ يعني بسكوير 10 يعني فرق الترمز 3، يعني في واحد بيلف 3 مرات اكتر من الثاني، صح؟ ده هيبقى مور وايد باند مفروض، صح؟ على البيبر مفروض. مشكلته ايه بقى؟ الترانسفورمر ده عشان اعمله بعمله بايه؟ باندكتورز. هو اللفات بتلف ايه؟ بتقابل بعضها، صح؟ طب والكلام اللي احنا كنا بنقوله في اول محاضره عن الاندكتورز ان هو الاندكتور ده بيشتغل ايه؟ عن سيرتن فريكونسي. يبقى اكيد الترانسفورمر ده برضو ليه رينج اوف فريكونسيز ينفع يشتغل فيها، ما ينفعش يشتغل في ايه؟ فريكونسيز قليله قوي. يعني الترانسفورمر ده هيشتغل كدي سي؟ مش هيشتغل كدي سي، لازم اي سي سيجنال، صح؟ هيشتغل عن 50 هرتز، يبقى لازم اجيب ترانسفورمر ايه؟ بلكي كده، حاجه كبيره مش ما يتحملش على الشيب، صح؟ او لو عامل ترانسفورمر مثلا شغال عند 10 جيجا ممكن يبقى سهل. فبالتالي ترانسفورمر هو اكتر ابروش بيدي وايد باند ماتشنج نتورك، بس برضه ليه باندوس بيزد على ايه؟ بيزد على قدرتي ان انا اعمل الايه؟ الالز دي تشتغل وايد باند بشكل ما، ان انا اجيب رينج كبير اوف فريكونسي شغال كاندكتور وفي نفس الوقت بيقابل بشكل افيشنت ما بين ال ده وال ده. معايا؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ يبقى احنا حاليا اخدنا كم نوع من الماتش نتورك؟ 3. ايه هو اول حاجه؟ ممكن نقول 4. ماشي. لوسي اللوسي ده مشكلته ايه الكبيره؟ الباور. خلاص انا كده بضيعها على الفاضي، مالهاش لازمه. حلو، بالذات لو ريشيو دي كانت كبيره 5 ل 50، يبقى كده معظم الباور راحت في الايه؟ في ال 45 اوم اللي انا حاططها كده. او ان انا اعمل ال سي عادي سيكشن زي ده، صح؟ مشكلته في ايه؟ ان بيفرض عليا كيو، يبقى بيفرض عليا الباندوث. فبالتالي لو انا هعمل ترانسفورميشن من امبيدنس صغيره قوي ل 50 اوم او امبيدنس كبيره قوي ل 50 اوم، يبقى ده هبقى فيري نارو باند. حلو؟ عايز لو لقيت نفسي عايز اكبر شويه، بس يعني الموضوع لسه سامح لي، بعمل ايه؟ بحط السكشن تاني باي وتي ده، اللي هو اكني معنى صح بعمل ترانسفورميشن على كذا مرحله، ما اعملهاش على مرحله واحده. بدل ما اروح من 50 ل 5 من 5 ل 50 بروح على مرحلتين او 3، او ممكن كل ما تقعد في الزاويه في السكشنز ايه؟ بتروح على مراحل اكتر، فبالتالي الباندز بيزيد. فعشان كده دايما هتلاقي الوايد باند ماتشنج نتوركس هتلاقي دايما فيها ايه؟ سكشنز كتير ال وسيز. فاهمين قصدي؟ لو انا عايز حاجه بقى اكتر من كده، او حاجه يعني حاجه كبيره، اصلا لما اجي احط هنا ال وسيز كتير ايه اللي هيحصل؟ ان انا حطيت كومبوننتس كتير على الشيب، فممكن يبقى الاريا بقت فظيعه، صح؟ وفيها مشكله ان ال ده هل بيجي ال بس ولا معاه ايه؟ معاه ريزيستنس، فدي كلها لوسز في الطريق، فالماتش نتورك هتبقى لوسي بقى، هيبقى فيها ريزيستنس، صح؟ فوقتها هبتدي اروح لايه؟ للترانسفورمر. ده لو انا عايز اكتر حاجه وايد باند. لو ترانسفورمر ما جابليش خلاص كده مش مفيش حاجه، ممكن اعمل حاجه بقى ايه؟ اكتف بقى، ما اعرفش يعني. ممكن اروح ريزيستنس وخلاص، هنخسر باور وامر لله. ما هو الريزيستنس دي ميزتها ايه؟ ان هي وايد باند على الاخر، ما فيش حاجه اكتر من كده، ما فيش حاجه بتديبند اون فريكونسي. اوكي؟ في اي سؤال؟ شمسي؟ خلاص. شكرا لكم شمسي.